هاي الكيكة من الحلويات اللي دائماً بتطلبها الناس مني، وأكيد رح تكون من الحلويات المفضلة في بيتكم. ممكن تتاكل سخنة أو باردة، بس أنا بحبها سخنة مع الأيس كريم. خلينا نشوف كيف تنعمل. نبدأ بتحمية الفرن على درجة حرارة 180 أو 160 إذا كان فرنكم مروحي. بصحن صغير بدكم تقلبوا التفاح مع عصير ليمون وتحطوه على جنب. عشان نجهز الكراميل بندوب الزبدة والسكر في مقلى صغير ومنضلنا نحرك الخلطة لحد ما يغلي ومنطفي عليه. هلا زي ما انتم شايفين بدأ يغلي الخليط، لازم نفرده بسرعة لأنه زي ما انتم شايفين على طول بجمد. هيك صار جاهز أنه نصف فيه التفاح. نرتب التفاح نصفهم منيح لأنه بس نقلب الكيكة هذا اللي حيكون الوش. هلا بنبدأ بعمل الكيكة. مرر الطحين والبيكنج باودر، جوز الطيب والزنجبيل في منخل. هاي الخطوة مهمة عشان تخلي الكيكة خفيفة. هلأ بدنا نخلط الطحين مع البهارات عشان نتأكد انهم حيكونوا متوزعين بشكل متساوي. هيك خلصنا المقادير الناشفة وحطناها على جنب وبدنا نبدأ بالمقادير السائلة. حط الزبدة والسكر، اخفقهم مع بعض تقريبا 3 او 4 دقائق لحد ما الخليط هيك يصير خفيف واللون حتى تبعه حيفتح. نضيف البيض والفانيلا وبرش البرتقال. نضيف نص خليط الناشف، نحرك هذا نص كمية الحليب وبعدين نعيد هاي الخطوة كمان مرة. هاي الخطوة مهمة عشان يضل الكيك عندنا خفيف. لو حطينا كل الناشف مرة واحدة أو كل السائل مرة واحدة حيطلع معنا يا إما كتير سائل يا إما كتير ماسك. هيك الخليط صار جاهز، نصبه فوق التفاح. أهم شيء وإحنا عم نصب الخليط إنه نغطي كل التفاح. هيك صارت جاهزة تدخل على الفرن لمدة 50 دقيقة لساعة أو حتى تستوي الكيكة. هيك الكيكة صارت جاهزة، بدنا نخليها ترتاح 5 دقائق بس مش أكثر من 5 دقائق عشان بدنا الكراميل يضل سخن. ممكن تتقدم سخنة أو بعد ما تبرد تماماً. أنا بحب أقدمها وهي سخنة شوي مع الأيس كريم. صحتين وعافية. كيكة التفاح والكراميل. المقادير: حبتين تفاح أحمر، حبتين تفاح أخضر، التفاح يكون مقشر مقطع شرايح رفيعة، معلقة صغيرة عصير ليمون، 167 جرام طحين، 200 جرام سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، برش برتقانة، 115 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، بيضتين كبار، معلقة صغيرة فانيلا، 120 ملي حليب، معلقة لمعلقتين صغار زنجبيل ناشف، معلقتين لثلاث معالق صغار قرفة، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب حسب الرغبة، ربع معلقة صغيرة ملح. للكراميل 57 جرام زبدة، 134 جرام سكر بني.